نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤول رفيع وصفه المقترح الأمريكي الذي قدم مؤخرا بشأن غزة بأنه مبدع وسيتيح لإسرائيل مجالا للمرونة وفق قوله. وأشارت القناة إلى أن الاقتراح الأمريكي يحدد عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى، ويشمل أيضا أسماءهم وترتيب الإفراج عنهم، كما يقضي بإطلاق سراح النساء والمجندات أولا، مع إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن الأحياء، إضافة إلى إطلاق سراح أفراها منغستو وهشام السيد المحتجزين في غزة منذ سنوات، وذلك في خضم مرحلة الاتفاق الأولى. كما يشمل المقترح قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي، فضلا عن إطلاق سراح 47 أسيرا تم الإفراج عنهم في صفقة شاليت وأعيد اعتقالهم خلال السنوات الأخيرة. كما نقلت القناة عن مصدرها قوله إن المقترح الأمريكي يتضمن ترتيبات بشأن تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال فترة الهدنة ووقف إطلاق النار التي ستستمر 42 يوماً.